بسم الله الرحمن الرحيم. من وسط هذا الدخان وفي أول حلقاتنا في برنامج الطريق إلى مكة نطل عليكم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمرنا وأن ييسر لكم أمركم إن شاء الله، وأن يفتح عليكم وأن تدخلوا سالمين غانمين إلى مكة المكرمة وتؤدوا العمرة إن شاء الله تعالى مع من سيؤدي ممن فازوا معنا خلال هذا الشهر الكريم، إنه سميع مجيب. أهلا بكم في الطريق إلى مكة. أجدد الترحاب بكم إخوتي وأخواتي، وأرقامنا معكم اليوم على الهواء مباشرة وكل يوم. أذكر بأنه للمشاركين معنا إن شاء الله تعالى من بداية هذه الحلقة وحتى نهايتها إن شاء الله سيكون هناك سحب في نهاية هذه الحلقة ب5000 ريال سعودي، سواء عن طريق الرد الآلي أو عن طريق الرسائل القصيرة. أذكر للأخوة الذين يشاركون بالرسائل القصيرة لهم الأحقية فقط بسؤال واحد، إذا أجابوا عليه إجابة صحيحة فهم سيصبحون من المشاركين إن شاء الله. إن أرادوا أن يزيدوا فلهم الخيار، سترسل لهم أسئلة، لهم الخيار أن يجيبوها أو لا يجيبوها، ولن يخصم من رصيدهم أي شيء، فقط ما عليهم إذا أجابوا إجابة واحدة فهم إن شاء الله من الداخلين معنا. أذكر أن إن شاء الله تعالى في نهاية الأسبوع أي في يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى سيكون هناك السحب على 10000 ريال سعودي للأسبوع الرابع إن شاء الله تعالى. ونذكركم بسؤال هذا اليوم، ما هو أول شيء بناه الله؟ 1 الأرض، 2 السماء. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء إلى متسابق جديد معنا إن شاء الله تعالى إلى مكة مع أخينا صالح. السلام عليكم أخي صالح. وعليكم السلام. كيف الحال أخي الكريم؟ بخير الحمد لله. كيف الجو عندكم في السويد؟ الحمد لله. الحمد لله. تقبل الله صيامكم أخي الحبيب. آمين وياك إن شاء الله. إن شاء الله. جاهز انطلاق لمكة أخي الكريم؟ إن شاء الله. بس الصورة الصورة مش واضحة عندك؟ الصوت تأخر عن الصوت. الصوت طيب الآن واضح صوتي؟ الآن صوتي واضح؟ نعم. يا الله، مع صالح من السويد إن شاء الله تعالى إلى مكة. يلا الله يسر لك الأمر أخي صالح. الآن معك 500 ريال زدها حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى مكة بقوة وتعبر إن شاء الله تعالى. جاهز أخي صالح؟ يلا السؤال الأول لصالح يقول كالتالي: يحكم اليابان إمبراطور أم أمير أم رئيس؟ امبراطور. تمام، ممتاز، بداية موفقة. يلا، من هو صاحب كتاب الشمائل المحمدية؟ هل هو الترمذي، هل هو البيهقي، أم هو البصيري؟ الترمذي، البيهقي، أم البصيري؟ البصيري عفوا هو صاحب كتاب الشمائل المحمدية. البيهقي. البيهقي. الترمذي، ممتاز، إجابة شوف رائعة. تمام، السؤال الذي يلي: أي سلطان عثماني أنشأ خط الحديد الحجازي للقطار؟ عبد الحميد الثاني، مراد الأول، أم سليمان القانوني؟ سلطان عثماني أنشأ خط الحديد الحجازي. ها؟ سليمان. سليمان القانوني. خلينا نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. هو عبد الحميد الثاني أخي الحبيب، معلش ركز معنا. ما صلة القرابة بين عبد الله بن الزبير وأبي بكر الصديق؟ هل هو جده لأمه، أم هو عمه، أم هو خاله؟ أم عبد الله بن الزبير هي أسماء، قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل عندما خاله. خاله، لا، هو جد لأمه، هي أسماء جد أمه. يلا معلش. يلا، من هو رابع الخلفاء الراشدين؟ يلا معلش أخي الحبيب صالح، كان تفكير شوي زيادة عن اللزوم.
وفصدرتنا 90 ثانية للأسف في التفكير. تحياتي لك، فزت معنا ب 800 ريال سعودي. كل التحية لك أخي الكريم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الدخول إلى مكة إن شاء الله تعالى قريبا، وأن تؤدي العمرة بإذنه تعالى. أذكر إخواني وأخواتي الذين يشاركون معنا في هذه السويعة، إن شاء الله تعالى سيتم السحب في نهاية هذه الحلقة ب5000 ريال سعودي للذين يشاركون الآن من بداية هذه الحلقة وقبل نهايتها بدقائق بإذنه تعالى. متسابق جديد إلى مكة. السلام عليكم أخي الحبيب وليد. أهلا وسهلا. كيف الحال أخي الكريم؟ إن شاء الله بخير. الله يكرمك. حياكم الله. من أي منطقة في السعودية؟ الرياض إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. جاهز انطلاق لمكة أخي الحبيب؟ نعم. يلا مع أخينا الكريم وليد إلى مكة. يلا. يلا وليد، الآن معك 500 ريال، زدها حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. وجاهز؟ إن شاء الله. يلا مع وليد السؤال الأول يقول كالتالي: في أي عام توفي هارون رشيد؟ 190 للهجرة، 191 للهجرة، 192 للهجرة. هارون الرشيد توفي في عام 1990 للهجرة، عام 1991، 1992 للهجرة. ما رأيك أخي الكريم؟ أيوه. الأولى، الخيار الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ وليد؟ أيوه معك. أي خيار تختار، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ بلاش تضيع الوقت. خلاص. قول الأول مثلاً. الأول. يا الله، خلينا نشوف إذا كان الأول. ممتاز، إجابة صحيحة. السؤال الذي يليه، يلا: تطل بنغلاديش على خليج عمان، على خليج البنغال، ولا على الخليج العربي؟ تطل بنغلاديش على خليج عمان، خليج البنغال، أم الخليج العربي؟ معك الآن 600 ريال سعودي أخي وليد. يبدو الأسئلة صعبة شوي عليك. خليج البنغال. البنغال، خلينا نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. ممتاز، تستغرق بالتفكير كتير. انتبه يا أخي الحبيب. في أي سورة وردت آيات استئذان؟ في سورة النور، أم في سورة البقرة، أم في سورة النساء؟ آيات الاستئذان. النور. النساء. خلينا نشوف إذا كانت النساء. لا، هي في سورة النور أخي الحبيب. يلا السؤال الذي: أين وردت آية مالك يوم الدين؟ في البقرة، في الصمد، في الفاتحة؟ على حال انتهى الوقت، معلش أخي وليد. تحياتي لك، فزت معنا ب 900 ريال سعودي. كل عام وأنت بخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأمر وتصل إلى مكة إن شاء الله، إنه سميع مجيب. إخوتي أخواتي، موضوع 90 ثانية جد هام، يجب أن نراعي هذا الموضوع. التوقيت يسرقنا أحيانا في التفكير زيادة عن اللزوم. حتى لو شكيت في السؤال أجب، ممكن يجيك السؤال اللي بعده سهل. لا نستغرق الوقت في إجابة على سؤال واحد، قد يكون عقبة حتى نجتاز الأسئلة الأخرى ونصل إلى مكة المكرمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أخواني وأخواتي أن ييسر لكم الأمر. إخوتي أخواتي، أذكر وأود أن أنوه، نحن لا نريد تعجيز المشاهد، نحن نتمنى أن يصل كل المشاهدين إلى مكة المكرمة. لكن بما أن هذه المسابقة لها قوانين، وهي مسابقة بالأصل مسابقة ثقافية نفيد فيها العائلة المسلمة في كل أصقاع الأرض، في هذه السويعة البسيطة نقدم جرعة بسيطة يستفيد منها المشاهد الكريم وأبنائه والعائلة الكريمة، وإذا شارك معنا المشاهد يستفيد بها ويكسب الجوائز المرصودة للأسئلة، ويجتاز إن شاء الله أسئلة العبور بقطاعاتها المختلفة، ويدخل بإذنه تعالى إلى مكة المكرمة كما دخل الداخلون إليها مع بداية هذا الشهر الفضيل. أذكر إخواني وأخواتي الذين فازوا معنا، وإن شاء الله تعالى دائما أتمنى الفوز للجميع، أن يرسلوا كافة التفاصيل على البريد الإلكتروني الخاص بقناة إقرأ أو لهذه المسابقة بالتحديد، وهو اقرأ tv2@اقرأ.com. وأرجو أن تكون المعلومات كافية ووافية حتى نستطيع أن نوصل لكم الجوائز بأسرع وقت ممكن. متسابق جديد إن شاء الله تعالى إلى مكة. السلام عليكم يا أخي الكريم. أختي لطيفة. السلام عليكم أختي لطيفة. ألو، كيف الحال أختي لطفية؟ كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من أي البلاد أنت أختي لطفية؟ الحمد لله. أهلا، من أي البلاد أنت؟ أنا فلسطيني من هولندا. يا أهلا وسهلا أختي لطفية. طيب
أخت طفية لو سمحتي اسمعيني من سماعة الهاتف وخلي الأهل يسمعونا من التلفزيون عشان يساعدوك. تمام ستنا الكريمة؟ هاي. يلا الله يسر أمرك أختي لطفية، جاهزة للانطلاق إلى مكة؟ إن شاء الله. يلا الله يسر لك أمرك لطفية من هولندا إن شاء الله تعالى إلى مكة. يلا بسمع صوتي قاعد، أنا بسمع الآن صوتي أختي لطفية، أرجوكي خفضي صوت التلفزيون شوية بس لو سمحت، لو سمحت. هذا لمصلحتك لأنه بيصير بسموه ديلي يعني في الصوت، تأخير. يلا جاهزة لطفية؟ جاهزة. يلا معك 500 ريال زيديها. السؤال الأول يقول في عهد من من الخلفاء كان عام الرمادة؟ أبو بكر، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب. عمر. عمر ممتاز، معلوماتك رائعة، بداية موفقة. السؤال الذي لي، ماذا اكتشف العالم العربي ابن خلدون؟ علم الاجتماع ولا علم اللغات ولا اكتشف علم الصناعة؟ ابن خلدون شو اكتشف؟ علم الاجتماع. علم الاجتماع ممتاز رائع. خلينا نشوف، الرئيس السوداني الذي تخلى عن السلطة طواعية، جعفر النميري، عبد الرحمن سوار الذهب ولا الأزهري؟ اعتقد اسمه اسماعيل الازهري. بعد ما ممكن تحكي لي السؤال مره ثانيه؟ يلا. الرئيس السوداني الذي تخلى عن السلطه طواعيه، هو قائد عسكري تخلى عن السلطه بعد ان تمكن منها، هل هو النميري ولا سوار الذهب ولا الازهري؟ جعفر النميري. النميري. النميري، خلينا نشوف اذا كانت الاجابه صحيحه. لا، هو عبد الرحمن سوار الذهب. خلينا نشوف من السؤال الذي، قائد اول معركه بحريه في الاسلام واسمها ذات الصواري، هل هو عبد الله بن ابي السرح، هل هو قتيبه بن مسلم الباهلي، ام هو موسى بن نصير؟ هذه معلومات في تاريخنا الاسلامي مهمه. قائد اول معركه بحريه في الاسلام وهي ذات الصواري، عبد الله بن ابي السرح، هل هو قتيبة بن مسلم؟ ها؟ موسى بن صعيد؟ لا، هو عبد الله بن أبي السرح. تحياتي لك يا أختي الكريمة، 700 ريال سعودي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك وأن تؤدون أن تؤدوا العمرة إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة. أختنا لطفية من هولندا فازت معنا ب 700 ريال سعودي. أذكر إخواني وأخواتي للذين إن شاء الله تعالى يرغبون بالفوز ب 5000 ريال سعودي في هذه الحلقة، ما عليهم سوى المشاركة الآن وحتى قبل نهاية الحلقة بثلاث دقائق. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم الفوز بالخمسة آلاف ريال سعودية ترصد اليوم، وأيضا بإذن الله تعالى في نهاية الأسبوع سيتم السحب على 10000 ريال سعودية الأسبوع الرابع على التوالي إن شاء الله. هاي أرقامنا معكم دائما للمشاركة في هذا البرنامج. فاصل قصير ونعود معكم إن شاء الله تعالى المسير إلى مكة المكرمة، كونوا معنا. أهلا بكم إخوتي وأخواتي، ورحب بكم مرة أخرى من خلال برنامجكم برنامج الطريق إلى مكة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم في هذه الأيام الطيبة الكريمة الفاضلة، أن يتقبل الله صيامكم ودعاءكم وقيامكم، إنه سميع مجيب. إخوتي أخواتي في هذه الأيام الطيبة الكريمة المباركة، أرجوكم أن لا تنسوا إخوانكم في غزة المجروحة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يضمد جراحهم وأن يتقبل شهدائهم إن شاء الله تعالى، وأن يفك أسر المأسورين، وأن ينصرهم على من يعاديهم، إنه سميع مجيب. إخوتي أخواتي، ها هي أرقامنا معكم على الهواء مباشرة للمشاركة معنا. أذكر أنه في نهاية هذه الحلقة بإذنه تعالى سيتم السحب على 5000 ريال سعودي للذين يشاركون معنا من بداية الحلقة وحتى قبل نهايتها بدقيقتين إن شاء الله تعالى. أذكر إخواني وأخواتي أيضا بالسؤال الأسبوعي وقيمته 10000 ريال سعودي، أذكركم الآن به إخواني لسؤال هذا اليوم، وإن شاء الله سيكون السحب في يوم الجمعة القادم إن الله سبحانه وتعالى يسر لنا على خير. ما هو أول شيء بناه الله؟ واحد الأرض، اثنان السماء. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية.
مرة أخرى نرحب بكم مشاهدي الأعزاء. حتى الآن أصبح عدد الواصلين إن شاء الله تعالى إلى مكة 13 شخصا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أمرهم إن شاء الله تعالى، وأن ييسر لإخواني وأخواتي المشاركين معنا في هذه المسابقة حتى نهاية هذا الشهر أن يزدادوا إن شاء الله تعالى، وأن يلتقوا بإذنه تعالى في مكة المكرمة والمدينة المنورة. السلام عليكم أخي فاتح. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي فاتح؟ إن شاء الله بخير. حياك الله أخي الكريم. كيف رمضان في إيرلندا؟ الحمد لله والله. تمام. أخي فاتح صوتك بعيد شوي لو سمحت. حاول أن تقرب سماعة الهاتف حتى أسمعك بوضوح لو سمحت. نعم أخي فاتح. تمام. رائع الآن. يلا. جاهز انطلاق إلى مكة؟ إن شاء الله. يلا فاتح من إيرلندا إن شاء الله تعالى إلى مكة. الله يسر أمرك إن شاء الله يا فاتح، وتصل إلى مكة المكرمة. الآن معك 500 ريال، حاول أن تزيدها وأن تدخل إلى سؤال العبور بإذنه تعالى. جاهز يا فاتح؟ سؤالنا الأول يقول: استعمر كينيا سابقا الإنجليز أم الفرنسيون أم البلجيكيون؟ كينيا من هو مستعمرها؟ الإنجليز الفرنسيون؟ الإنجليز. ممتاز ممتاز يا فاتح، يلا بداية موفقة. الحديث المكذوب المختلق والمنسوب عن الرسول هو حديث موضوع، حديث حسن، أم حديث ضعيف؟ موضوع. موضوع. هذا سؤال في علوم الحديث، ممتاز ما شاء الله عليك. شاعر معلقات ينسب للبحرين حاليا، هل هو طرفة بن العبد، هل هو البحتري، أم هو النابغة الذبياني؟ طرفة بن العبد، هل هو البحتري؟ طرفة. ممتاز. أو طرفة بن العبد، ممتاز ما شاء الله عليك. يلا، بكم افتدى جد الرسول عبد المطلب أبو الرسول عبد الله من الإبل؟ ب10 ولا ب50 ولا ب100؟ 10. لا 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 لا، كثرهم شويتين. 100. 100. ممتاز يا فاتح. يلا الله يسر أمورك. المدة التي قضاها الإمام مسلم في جمع وترتيب صحيحه هل هي 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة أو 15 عام؟ كم؟ 15 عام. يا سلام عليك يا فاتح، الله يفتحها عليك. يلا، مدينة صعدة اليمنية تقع بالنسبة لليمن في شمالها، في جنوبها، أم في غربها؟ شمالها. يا سلام عليك يا فاتح، يا سلام عليك يا فاتح، ممتاز. معك الآن 1100 ريال سعودي، تحياتي لك. هذا وضع مبشر جدا إن شاء الله تعالى، الله يسهل لك أمرك وتدخل إلى مكة المكرمة مع الداخلين. فاتح من إيرلندا إن شاء الله إلى مكة. يلا يا مسهل سهل ما شاء الله عليك يا فاتح، الله يسهل لك أمرك إن شاء الله في هذا اليوم الطيب الكريم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك وتختار القطاع الجيد و تدخل إن شاء الله تعالى وتعبر متجها إلى مكة المكرمة. أمامك القطاعات وهي العلوم، الجغرافيا، التاريخ، اللغة العربية، أم المعلومات العامة، ولك خيارك في أي قطاع تشاء. معلومات عامة. يا الله معلومات عامة، إن شاء الله يكون السؤال سهل عليك يا فاتح وتوفق فيه. يلا بسم الله، سؤالنا لأخينا فاتح من إيرلندا يقول كالتالي: في أي عام تأسس مجمع اللغة العربية في دمشق؟ في عام ميلادي طبعا، في أي عام ميلادي تأسس مجمع اللغة العربية في دمشق؟ يا الله الحبيب، في عام 1919 تم تأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق. تحياتي لك أخي الكريم فاتح من إيرلندا. إيرلندا، فزت معنا ب 1100 ريال سعودي. أذكر أخواني وأخواتي، أرقامنا تظهر دائما معكم على الشاشة للمشاركة في هذا البرنامج. أذكر أنه في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيتم السحب على أحد الأرقام المشاركة معنا في هذه السويعة على الهواء مباشرة، وسيسأل سؤالا واحدا سيربح به إن شاء الله على إجابته صحيحة 5000 ريال سعودي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني وأخواتي للفوز بهذه الجائزة والجوائز الأخرى التي تقدمها قناة إقرأ الفضائية لمشاهديها في هذا الشهر الكريم، وهو شهر رمضان المبارك. كمان أذكر مشاهدينا الأعزاء الآن بالسؤال الأسبوعي وقيمته 10000 ريال سعودي لهذا اليوم، وأعاود معكم إن شاء الله مع متسابق جديد إلى مكة. ما هو أول شيء بناه الله؟ 1 الأرض، 2 السماء.
أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: أو اتصل على الأرقام التالية. عدنا إليكم مشاهدي الأعزاء، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل مشاهدينا للفوز بالجوائز التي تقدمها قناة إقرأ من خلال هذه السويعة الرمضانية التي تقدمها. أيضا هي سويعة ثقافية حقيقة تقدمها القناة لمشاهديها الأعزاء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفائدة والمتعة إن شاء الله من خلال شاشتكم، شاشة قناة إقرأ الفضائية. أذكر إخواني وأخواتي دائما الذين يفوزون معنا، أرجوكم أن ترسلوا كافة المعلومات مع صورة من هوية شخصية أو وثيقة معتمدة تحمل الاسم الكامل والجنسية وطبعا رقم الحساب إن توفر لديكم أيضا على اقرأ.tv2@اقرأ.com مع دعوات دائمة إن شاء الله إخواني وأخواتي لكم بالفوز والنجاح. أذكر إخواني وأخواتي أن اليوم إن شاء الله تعالى أيضا في نهاية هذه الحلقة سيتم السحب على 5000 ريال سعودي لمتسابق أو متسابقة. سيتم السحب على هذه الأرقام خلال هذه السويعة، سيسأل سؤالا واحدا فقط، إذا أجاب إجابة صحيحة إن شاء الله تعالى يكون من الفائزين أو تكون من الفائزين بهذه 5000 ريال سعودي. أذكر إخواني وأخواتي على مدار الأسابيع الماضية فاز معنا 3 أشخاص ب10000 ريال سعودي. إن شاء الله أيضا لإخوتي وأخواتي في الأسبوع القادم إن شاء الله سيتم إعلان للفائز أو الفائزة بهذه الجائزة. كل التوفيق لكل مشاهدينا الأعزاء للفوز بهذه الجائزة الروحية والجوائز الأخرى التي نقدمها لكم من خلال هذا البرنامج. متسابق جديد إن شاء الله تعالى إلى مكة. السلام عليكم أختي سامية. وعليكم السلام، كيف الحال أختنا الكريمة؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. تمام أختي، من أي منطقة في تونس؟ من جنوب تونس، من دوز مدينة. ما شاء الله عليك، فرصة سعيدة أختي الكريمة، وسعدنا بسماع صوتكم ونسعد أيضا بمشاهدتكم ومتابعتكم لإقرأ. شكرا. طيب أختي الكريمة سامية ارفعي لي صوتك لو سمحتي. نعم يلا ممتاز، يلا جاهز أختي الكريمة؟ نعم. طيب حاولي أن تسمعيني من سماعة الهاتف رجاء والعائلة تسمعنا من التلفاز حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى مكة بوضوح وثقة وأمان. تمام أختي الكريمة؟ إن شاء الله. يلا أختنا سامية من تونس إن شاء الله تعالى إلى مكة. الله يسر أمرك يا سامية، ركزي معانا، معك الآن 500 ريال سعودي، حاولي أن تزيديها حتى نصل إلى سؤال العبور إلى مكة المكرمة. جاهزة سامية؟ إن شاء الله. يلا مع سامية السؤال الأول، 500 زيديها. السؤال الأول يقول: إمارة تقع بين إمارة الشارقة وإمارة القوين، هل هي دبي، عجمان، رأس الخيمة؟ بلاش نفكر كثير. ها؟ دبي. دبي، خلينا نشوف إذا كانت إجابة صحيحة. يلا هي عجمان. السؤال الذي يليه كويس: لزوم المسجد في العشر الأواخر من رمضان هو اعتكاف أم التزام أم احتباس؟ اعتكاف. يا سلام عليك، ممتاز، أيوة هيك الأمور ماشية تمام. من أول من روض الخيل وركبه من البشر؟ إبراهيم عليه السلام، سليمان عليه السلام، آسف إسماعيل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. لا تتسرع. سليمان. هو إسماعيل عليه السلام. يلا من هو صاحب كتاب الموطأ؟ هل هو مالك بن أنس؟ هل هو أحمد بن حنبل؟ هل هو مالك بن أنس. سلام عليك، ممتاز. يلا امرأة ادعت النبوة في عهد أبي بكر الصديق، هي سجاح، هي هند بنت عتبة، هل هي زنوبية؟ زنوبية. لا هي سجاح. يلا الذين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، من الذين قالوا هذه العبارة؟ سحرة فرعون، بنو إسرائيل، الفراعنة؟ سحرة فرعون. تمام ممتاز. السؤال الذي يليه: آخر سلاطين المماليك البرجية قتل في معركة مرج دابق، سيف الدين قطز، قنصو الغوري، الناصر فرج بن برقوق. للأسف انت الوقت أختي الكريمة، فزت معنا ب 800 ريال سعودي، تحياتي لك، كل عام وأنت بألف خير أختي الكريمة.
إذا مشاهدي الأعزاء بعد هذه المكالمة الغالية من تونس نتوقف مع فاصل قصير لنعاود معكم إن شاء الله تعالى المسير إلى مكة المكرمة وبإذن الله مع فائز جديد. أرحب مجددا بكم إخوتي وأخواتي من خلال هذه السويعة الرمضانية المباشرة التي تأتيكم من خلال قناتكم قناة إقرار الفضائية ومن خلال برنامجكم برنامج الطريق إلى مكة. حقيقة إخواني وأخواتي أسعد بكثير من التعليقات التي تريدني عن برنامج الطريق إلى مكة وعن أسئلته وطريقته، أسعد بها وأسعد عندما تأتيني بعض حقيقة الأخبار الطيبة من إخواننا في المهجر وفي بلاد الغربة عندما يقولون لي نتحلق نحن والعائلة ونتبارز ونتنافس في الأسئلة التي ترد، بعض منها سهل وبعض منها صعب، والبعض يقول احنا نسعد بالمعلومات المختلفة التي نقدمها لكم. إخوتي أخواتي هذه جرعة بسيطة تقدمها لكم قناة إقرار الفضائية التي ذات الرسالة القيمة والدعوية والثقافية بلغتها العربية، تقدمها لكم في هذا الشهر الطيب الكريم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا في هذا الشهر الطيب الكريم، وأيضا من خلال الجائزة الروحية الفريدة التي تقدمها قناة إقرأ في هذا الشهر الكريم، وهي أداء العمرة برحلة مدفوعة الأجر كاملة بالإضافة للمبلغ الذي يفوز به الأخ الكريم أو الأخت الكريمة. أيضا من السنن الجيدة التي تحييها إقرأ أن إذا فازت متسابقة أيضا محرمها يذهب معها على حساب إقرأ كاملا، لا تتقصر فقط عليها لكن عليها وعلى زوجها كونه هو محرم معها، فهذا واجب على قناة إقرأ في هذا الشهر الطيب الكريم. إذن ما متسابق أو متسابقة جديدة إن شاء الله تعالى إلى مكة. السلام عليكم لمن معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم. فادي حماد معك. فادي؟ شادي. أنا وسهلا أخي الكريم، من أي بلادي أنت أخي شادي؟ السعودية الدمام. حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. كيف الصيام عندكم في الدنمارك؟ الدمام في السعودية. أهلا وسهلا بك. نعم. أخي الحبيب أعتذر. حياكم الله. حياك الله. يلا أخي الكريم، أنت الآن تم السحب على اسمك للسحب على 5000 ريال سعودي. جاهز للسؤال أخي الحبيب؟ جاهز إن شاء الله. يا الله يفتح عليك أخي الكريم. أخي الكريم الاسم الأولاني شادي. نعم نعم يا الله شادي. سؤالنا يقول ما هي البلاد التي يطلق عليها أرض الكنانة؟ فما هي أرض الكنانة حفظك الله؟ هي مصر. مصر، مبروك يا شادي من المنطقة الشرقية في الدمام في المملكة العربية السعودية، فوز معنا 5000 ريال. كل عام وانت بخير شادي. بخير، شكرا جزيلا، تحياتي لك، سعداء بسماع صوتك، مبروك ال 5000 ريال سعودي. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يبارك لك فيها و شكرا لك. الله يحييك اخي فادي، او عفوا شادي. شو بتشتغل في السعوديه؟ انا مبرمج. مبرمج ما شاء الله، بالاصل سعودي ام من اصل فلسطيني؟ فلسطيني ما شاء الله عليك. من اي منطقه في فلسطين؟ غزه. غزة ما شاء الله، يعني اليوم احنا سعداء من فلسطين، فك الله أسرها واخونا شادي. دعواتك يا شادي، الله يفك أسر غزة ونعين اخواننا في غزة ان شاء الله تعالى. امين، بارك الله فيكم، حياكم الله، تحياتي، سعداء بسمع صوتك اخي شادي، تحياتي للعائلة الكريمة التي تتابعنا الان من السعودية. كل عام وانت بخير اخي شادي. وانت بخير وانتم بخير. الله يرضى عليك، كل عام وانتم بخير، الله يسر لك امرك ويسر لك أيضا زيارة غزة قريبا بإذن الله، فاتحين منتصرين إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا الله. آمين يا الله. تحياتي لك إذن إخواني، أخونا شادي فلسطيني من غزة مقيم في المملكة العربية السعودية، ختمها بالمسكي وفاز معنا ب5000 ريال سعودي. تحياتي لك ولكل الغزاويين والغزيين الموجودين في غزة وخارج غزة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم إن شاء الله تعالى على أعدائنا. إخواني أخواتي لقاؤنا غدا بنفس الموعد وعلى نفس القناة ونفس البرنامج إن شاء الله تعالى ببرنامج الطريق إلى مكة بعد الفاصل.
إذن الآن إخواني أخواتي أذكركم بسؤال العشرة آلاف ريال سعودي إن شاء الله في سيتم السحب عليها إن شاء الله تعالى في آخر هذا الأسبوع. خلينا نذكر فيكم وعلى خير نلتقي إن شاء الله. ما هو أول شيء بناه الله؟ واحد الأرض، اثنان السماء. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية. أخوتي الحمد لله كنا نتوقع أنه أخونا شادي قبل قليل ستكون آخر مكالمة، مدد الوقت قليلا حتى نكسب مشاهد أيضا معنا على الله، وعسى إن شاء الله يصل إلى مكة المكرمة ونكسبه في الدقائق الأخيرة من حلقتنا هذا اليوم مع أخينا خالد. السلام عليكم خالد. السلام عليكم. يلا يا خالد حاول أن تختمها بالمسك إن شاء الله. من أي البلاد أنت خالد؟ عراقي مقيم بالأردن. يا أهلا وسهلا بك أخي خالد عراقي بالأردن، جاهز انطلاق إلى مكة خالد؟ جاهز. يلا تمدد الوقت عشانك إن شاء الله والله يسر لك أمرك إن شاء الله. يلا خالد عراقي في الأردن إلى مكة. ركز معنا يا خالد، الآن معك 500 ريال سعودي، حاول أن تزدها إن شاء الله تصل إلى مكة وتختمها كما ذكرت قبل قليل بالمسك. جاهز أخي خالد؟ جاهز. يلا خالد. وزير النبي موسى هو اليسع، هارون أم هود؟ واجعل هارون. ممتاز. السؤال الذي يليه يقول أن لن كي إذن في اللغة العربية إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل به؟ ترفعه، تجره، أم تنصب؟ تنصبه. نعم ممتاز. يا الله. يحد السودان من الغرب تشاد، مصر، ولا السعودية؟ خيال خريطة السودان ماذا يحدها من الغرب؟ مصر. لا يا مصر من الشمال أخي الحبيب. يلا هي تشاد. يلا آخر من ماتت من المهاجرات، أسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، صفية بنت عبد المطلب وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها شو رأيك؟ صفية. خلينا نشوف إذا كانت صفية. لا يا أسماء بنت أبي بكر. يلا السؤال الذي يليه، في أي جهة من أفريقيا تقع موريتانيا؟ تقع في غرب أفريقيا ولا في شرق أفريقيا ولا في شمال أفريقيا؟ في الإجابة الثالثة. ثالثة شمالها؟ لا في غربها، هي في أقصى الغرب. يلا السؤال الذي يليه، أشهر الشهداء في ليبيا، عمر المختار، سعد الهوني، الفزاني. انتهى الوقت أخي الحبيب، كنت أتمنى أن تصل إلى مكة المكرمة، فزت معنا ب 700 ريال سعودي أخي الحبيب. خالد وهو عراقي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني مددنا شوي الحلقة عشانك تدخل معنا، يعني نعطيك فرصة وتدخل معنا وممكن تصل إلى مكة المكرمة، لكن قدر الله وما شاء فعل أخي الحبيب. تحياتي لك ولكل إخواننا في العراق الغالي. إخواني أخواتي أرقامنا دائما تظهر معكم على الهواء مباشرة، ها هي الأرقام، وأدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يسر لكم أمركم وأن تصلوا إلى مكة من خلال هذا البرنامج، برنامج الطريق إلى مكة. ألقاكم بإذن الله تعالى غدا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.